مرحبا جود، كيف صرت؟ عليك خجاوة فوتي. فوت انت، تعال يلا تعال. قصيت شعرات هيك؟ لك انت عم تشوف؟ ولك انت عم تشوف قصيت شعرات هيك وكذبت عليكي، ما قلت لك هدول شعرات هيك انا. كيف بدي اقول لك انا اسف لك انت سامي كذبت عليك انا. حلفتي وحياة جود لازم وصيتي شعراتك. خليني اشرح لك، خليني اشرح لك، بس خليني اشرح لك. انا مش عارف حالي، ما اشوف حالي. انا مستعد اعمل اي شيء بالدنيا بس مشان تضلي جنبي. انا مستعد كذب واعمل اي شيء بالدنيا. عم تفهمي علي؟ انا فعلا برضت برضت وطلعت حرارتي وارتفع ضغطي وكان ممكن يروح نظري. ولك اسكت اسكت اسكت. لو في ذره تحتي العم خلاص راحت. العم بكل شيء الا بهذا الموضوع. كنت حاسه كنت حاسه بس قلت يمكن بجوز ما بدي اظلمك. ليك من بكره بتطلقني وانا بدفع لي دعوة الطلاق وبتعطيني مقدمة ومؤخرة عم تفهم؟ ولك بعيد هيك بعيد من وجهي. وصل شعرك اللي واحد وصل شعرك شعراتي وهن مو لها، هدول تبعاتي انا، قصتهم ما قالت لي. جود انت لازم تبلش حياتك من جديد. ما بعرف، حاول تعرف على وحده جديده، حاول تحب من جديد. كثير اشياء بتبلش كبيره وتنتهي صغيره. جود انت لازم تنساها. ولك شو لك شو 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 انساها؟ شو شو كبيره شو صغيره؟ القصه مو هيك. هلا خلص دوله وما حدا عم يقدر يفهم علي. انا ليك شوف يعني انا يا بعيش انا وياها يا بموت انا وياها وخلص انتهينا. خلص جود انت ما ضل شيء الا وحاولت تعمله، يعني بس باقي العالم ينادوك مجنون خزامه. صراحه خزامه بطلت تحبك وما سالي فيك. قومي العي ليه؟ قومي العي يلا. على فكره انت مو بس مجنون، انت اكيد لازم تتعالج. ايه اقتنع انه انا وانت خلاص باح. جود احسن الي والك. خزامة اسمعني 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 الله يخليك اسمعني اسمعني اخر مرة. خزامة انا والله تغيرت كثير. شوفي طلعي انا متغيرة كثير، مو بس عم داوم بالجامعة، على فكرة كمان عم باخذ دواء مضاد اكتئاب والله العظيم. خزامة انا والله 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 بدورك. شو بتنتحر يعني؟ يا اخي انتحر، بتريح، بتكون عملت معي معروف وبصير وضعي احسن. او اقول لك نفس الشيء مثل بعضها. يا جود نحن خلصنا من بعض من زمان كثير، افهمها بقى. خزامة لا تحديني الله يخليك. انا بنتحر. انتحر بس علي البنايه مشان تموت مو تنشل، يعني من فوق شي برج من فوق شي جسر، دبر حالك. خزامة قيم ايدك عني احسن ما اجيب لك الشرطه. خلص بقى. خليكي تعيشي طول عمرك وحاسة انك قتلتيني. ماشي يا خزامة ماشي. شبان
أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علينا، فكرتيني بدي انتحر. ما فكرتيني بدي انتحر. شو هالحرف يلي بكلمة طلاق ما استوعبته؟ أنا طلقتك غصب عني، مو بكيفي. إذا بدك تهدد أو تستقوي على حدا فوت لعند أبي احكي معه، معي مالك حكي بعد هيك. تعرفيني مجنونة؟ لا تخليني جن وضحك بالحارة بفضحك. ها إيدك وما تعطيك. اسمعي، إذا كنتي مفكرة حالك إنه أنتي ممكن تعيشي من دوني بتكوني غلطانة كتير مني. أنا بقتلك عم تفهم علي؟ حتى لو اتطلقتي هاي مو آخر الدنيا، يعني هاي تجربة وخطية. زعلانة؟ ماني زعلانة بابا. حتى لو شي يوم قسيت عليكي ولا غصبتك على شي، يعني إن شاء الله بكرة بيجيكي بنات وبيكبروا، وقتها بتعرفي ليش أنا عم بتصرف هيك. بعرف إنك عم تهزي راسك مثل العادة ومالك مقتنعة. لا مالي مقتنعة، بس رح بطل هز براسي. بابا حاسة حالي كتير مبسوطة، عن جد مبسوطة. أول مرة بعمري بحس حالي حدا، ما كان بدي غير هذا الإحساس. وبدي كمان شغلة تانية ممكن أطلبها منك. طبعا بابا. طول عمري من أنا وصغيرة بحلم إنك تضمني. ممكن تضمني؟ شو عم تصديني؟ جود اتركني، مشان الله اتركني. والله تعبت. أنا ما فيني مش بلاقي، والله بموت. بموت سريع. ما بتموت وما بتصرفش. خلصنا بقى. لا بقى تلحق من هالشغل. أنا بطلت من الشغل، عاطلة عن العمل. من شانك، مشان ما تتعب بلا طعمة. اسمعني جود. ما تسمع شيء. الله يخليك، انت لازم تسمعيني. انا عم بتغير، كثير، بس انت ما لك ملاحظه انه انا تغيرت. هو انت رح ترجعي لي زي اليوم، بكره وبعد بكره. انا متاكد من هذا الشيء. خلص ما عاد هذا، رح اروح وما عاد اشوف وشي بحياتك. بس رح ارجع. رح اروح. أسامة، يا منموت سوا يا منعيش سوا، هذا وعد. بحبك، شوفك بكرة حبيبتي، ما حد أخر.
ما بموت يا حقيرة، انت اللي بتموت. انت، انا في 100 واحدة مستنيتني. خلاص خلاص صرت زبالة، ماشي الحال، رح سويك زبالة. بس لا، ما حذرتي، نحن يا منموت سوا يا منعيش سوا.